النهارده بقى قاعدين ومحتارين وقلنا هنعمل ايه. وجانا بنت كان عندي اكل بايت طبعا، لم التلاجه زي ما بيقولوا. عندنا يوم في الاسبوع كده كلنا بنعمل فيه لم التلاجه. جانا بنت لا يا ماما والله، قلت لها في ايه يا بنتي؟ انا عاوزه حاجه مختلفه. حاجه مختلفه ايه؟ حاجه ناشفه كده. اقسم بالله بجد. قلت لها خلاص يا ستي، كان عندي نص كيلو لحمه مفرومه كان جاي لي هديه، تخيلوا. اه والله، على فكره بعد كده اللي يحب يهدى حد في الايام اللي احنا فيها دي يجيب له فرخه ونص كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو لحمه كده ولا كيلو لحمه، ويبقى انت كده تمام. سيبك انت من الفواكه والكلام اللي ملهاش لازمه ده، ولا علبه الجاتوه اللي بقت ب 100 جنيه. لا ادي لها بس انت نص كيلو لحمه مفرومه وفرخه وشكرا، وتبقى احلى واجمل زياره. ما علينا. تعالوا بقى اما نشوف مع بعض. شايفين عارفين الاحمر ده تحفه. تعالوا نشوف من جوه بقى. شايفين شايفين شايفين، والع نار لسه، اقسم بالله طعمه وريحته خطيره. طبعا العيش احنا اللي عاملينه، و كله يعني من صنع ايديا وحياتي، يعني عصجنا اللحمه وعجنا العجينه بتاعتنا وظبطنا الدنيا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ شامين؟ يلا بقى نروح ناكل واشوفكم على خير. باي.